الاتحاد متصدر هو وسويتش بثلاث نقاط، وفوتسال وسعد الرشدي بدون رصيد من النقاط. وتصويبة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لعيب 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 لعيب، قوة ايه، اختراق ايه، ادهم التومي، الله عليه، الله يا ادهم، الله يا ادهم، مراوغة بفنت جميل، فتح زاوية التصويب، بص سرعة الاداء، بص بص بص، ثبت اللعيب خلاص بقى هو فوادي واللعيب فوادي، وحطها كويس قوي عبد الله، وبيغير اتجاهاته كويس، لكن 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 فقد الاتزان، وفرصة هدف تاني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. علي مصباح، علي مصباح ينير الطريق لطريق الهدف الثاني، هداف الفريق في بطولة الدوري، علي مصباح هو هداف، هو هداف، راحت له حلوة قوي من محمد سليمان بعد سقوط عبد الله محمود على الأرض، انطلاقة من جديد. شوف اللعب الجماعي، شوف اللعب الجماعي، شوف الجماعية، شوف الإيجابية، شوف الانتشار والكرة العرضية، ودي هدف ويسجل الثلاثية. الله 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 الله، فرقة 3-0. ادوني التوقيت يا شباب على الشاشة، التوقيت، فرصة 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 فرصة، الله 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 الله، رباعيات الخيام، رباعيات الخيام، ومع الدقيقة 20 رابع الأهداف، يتقدم حمدي أشوين، برافو يا حمدي، يكلل جهده بهدف، حمدي هدف، أدهم هدفين، علي مصباح هدف، رباعيات الخيام يقدمها فريق الاتحاد الليبي، عميد الأندية الليبية وبطل الدوري الليبي لكرة الصالات، ليسجل محمد سليمان الهدف الرابع، محمد سليمان، لكن حمدي أشوين هو اللي صنع الهدف، برافو محمد سليمان. تاني من جديد بيحاول محمد سليمان من تاني، سيطرين مستحوذين، والهدف الخامس مسجلين، وللهدف الخامس مسجلين برضو هو، برضو هو محمد سليمان، برافو. 5-0، انهيار لفريق المرحوم سعد الرشدي، والخبرة الكبيرة اللي بيلعب بها الحياة فريق الاتحاد الليبي واضحة.